السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنديرو ريزومي ديال فونكسيون نيميريك في لابارتي جوج دومين ديفينيسيون. نبداو على بركة الله لا دومين ديفينيسيون دان فونكسيون نيميريك. سوا اف ايت اون فونكسيون نيميريك دان فاريابل ريال، نعتبر دالة عددية. شوفوا معايا مزيان، نعتبروا اف هي عبارة عن دالة عددية. قلت لكم دالة عددية من كتكون؟ ردوا البال، ردوا البال، رجعوا على بارتي الاولى. اف دو اكس مثلا كتكتب الشكل مثلا دو اكس بلس 4، هادو لا فاريابل ديالها كيفاش دايرين؟ ريال، يعني حقيقي كينتميو مثلا الار، كينتميو الار. اذا لونسومبل الديفينيسيون ديالها دروكا، لونسومبل دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف هي اي لونسومبل دو ريال اكس تيل كو اف اكزيست اون نوتي دو اف. اذا انت اشنا هي دو اف؟ هي فقط الى اعتبرنا اف دو اكس مثلا جذر اكس، امتى اف دو اكس اكزيست؟ يعني امتى تكون اف محققه؟ المجال اللي فيه اف دو اكس محقق هو الدو اف. بتقول لي يا استاذ انا ما فهمتش ديك المجال اللي كتكون هو محقق اكزيست ولا ما اكزيست، واش الا ما كانتش اكزيست بتكون دو اف؟ نو. اذا علاش؟ حيت الى ضبطوا معايا البال مولا انفينيتا زيرو، هاد المجال الانترفال اكزيست فيه اف؟ نو. علاش؟ حيت هذا المجال هو سالب، وكتعرفوا بان جذر المربع ما يمكنش تعوض فيه الاعداد سالبه، دونك ما يمكنش تحسب صوره اي عدد في هذا المجال، دونك هذا ما يمكنش نعتبروه اش دومين ديفينيسيون. علاش؟ حيت اف ماشي اكزيست في هذا المجال، ما محققاش. اذا بالتالي نمشيو نستو مجال اخر، الى سيت مثلا المجال 0 بلس لانفيني، هذا المجال كي دايرها في اكس موجبه، دونك يمكن نحسبوا جذر المربع، يمكن نحسبوا القيم الفالور ديال اكس، يمكن نعوضوهم في هذا المجال، دونك هنايا اكزيست، دونك هذا هو اش كيتسمى، هذا هو الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون اللي عندنا الفوق. خلاصه الموضوع، اي مجال معرفه فيه داله يعتبر مجموعه تعريف. بنوريكم كيفاش تحددوه، لكن ماشي دائما، ماشي تستي مجال مع عقلك، ماشي تستي مجال مع عقلك، لا، غنوريكم انا عنده شروط، كل مجال كل حاجه عندها شروط، يعني ماشي انت غتقدر المجال تحطه تما وتحسب، نو. ما معناش. اذا نتوما ردوا معايا البال، عرفوا الديفينيسيون فين اكزيست ديك اف دو اكس، راه داك هو الدومين ديفينيسيون. هادشي اللي بنشرح لك انا من هذا الشيء، نمسح، تبعوا معايا الله يرضي عليكم. كيفاش نديروا دومين ديفينيسيون؟ يعني كومون ديتيرميني دا اف؟ باش نحددوا دا اف نعتبروا بي و كي هما دو بولينوم. اشنا هما البولينوم؟ البولينوم قريناهم هما الحدوديات، كل داله تكتب في السطح، مثلا 2 اكس زائد 4 اكس زائد 8 هذه بولينوم، اكس زائد 4 عامل لاكس زائد 8 بولينوم، يعني كل تعبير كيتكتب في السطر كيتكتب هكا السطر كيتعتبر بولينوم. ردوا لي البال الله يرضي عليكم. وكتبنا حنا عامة في الكور بولينوم كتكتب على شكل بي دو اكس، كتكتب على شكل ا اكس اس ان بلس بي اكس اس ان موان زان بلس سي اس اكس موان دو، وغادي تال تال واحد، هادي هي بولينوم، يعني كتكتب على شكل في السطر، كلشي الحدود كيتكتبوا في السطر، دونك نتوما بلا ما تهتموا لي بهذا الشيء اللي يجيكم قاصح وتخلعوا، بولينوم كتكتب اي حاجة في السطر راه هي بولينوم. دونك اش غادي نمشيو؟ شوفوا معايا مزيان، اي بولينوم هي كلشي البولينوم ديفيني سوغ ار بدون استثناء. نمشيو نعطيكم اكزومبل باش تعرفوا هادي، تبع معايا مزيان. اكزومبل واحد، اكزومبل واحد، غنعطيكم فيه جوج ديال لي بولينوم ولا ثلاثة. نعطيكم مثلا البولينوم اللي كتكتب بهذه الكتابة، افترضوا دو اكس أس 3 زائد 4 اكس أس 6 زائد جذر جوج اكس أس 3 على مثلا على 4. نفترضوا الثانية، اكزومبل رقم جوج، اف دو اكس كتساوي اكس زائد 3 عامل لاكس ناقص 4 زائد 2 اكس عامل لاكس أس 3 زائد 1. نفترضوا 3 اف دو اكس كتساوي الفالور ابسولي اكس بلس 4 زائد فالور ابسولي دو اكس بلس 2 ومضروبه في 1 اكس بلس 3. تقول لي يا استاذ عطيني الخيال العلمي هنايا، انت قلتي لي بولينوم تحت كدير لي القصور ولا ما يمكن؟ ما عادي جدا، انت اش كتعرف بولينوم كتكتب شي في السطر؟ ايوا غادير لي اش لا دومين ديفينيسيون دو فونكسيون هي ار. علاش؟ ك اف est une fonction polynôme. Donc, tu as une fonction polynôme,
هي الدائف ديريكت مباشره ار. دونك الا عطيتك عاوتاني هادي شفت كتب ليا نفس الطريقه الدائف ايكال ار علاش ك اف ات اون فونكسيون بولينوم نفس الطريقه انا واخا فيها القيمه المطلقه كاينه في السطر ما يهمكش قيمه مطلقه ما يخلعكش هذا الكازر هذا الشيء راه بولينوم حتى هنا ما يهمكش واخا كاين القصور وداك الشيء ما كيهمكش القيمه المطلقه ما كتاثر على حتى شي حاجه كاينه في السطر هكا ما يهمكش الدائف ايغال ا ار ك اف اتي فونكسيون بولينوم دونك جميع لي فونكسيون ع خلاصة الموضوع جميع لي فونكسيون بولينوم دومين ديفينيسيون ايغال ار جميع لي فونكسيون بولينوم دومين ديفينيسيون ايغال ار جميع لي فونكسيون بولينوم دي اف ايغال ار ردوا البال الله يرضي عليكم ردوا البال هذا وردوا البال هذا وردوا البال هذا راه بلا ما تعذب اللي عطيتك سطر ار عطيتك سطر هنا ار عطيتك فهادو في السطر ار واخا نعطيك اقوى تختار ما كيهمش المهم مكتوبه في السطر راها بولينوم نتمنى تكونوا فهمتوا اول حاجه اللي هما البولينوم رد بال معايا مزيان سامع معايا دابا ليكزامبل رقم 2 اكزامبل رقم 2 ساهل ما غير تبع معايا الله يرضي عليكم باش تعرفوا داكشي كيفاش تخرجوا اكزامبل رقم 2 اشنو هو اكزامبل رقم 2 اكزامبل رقم 2 اش فيه فيه اللي كتكتبوا على شكل بي على كي قال لك اكزيست شوف معايا مزيان ديفيني سي سولومون سي بي دو اكس تخالف من الزيرو دونك خاص بي دو اكس تخالف من الزيرو باش يكون عندنا هذا اكزيست اذا نرد معايا البال نعطيكم واحد اف دو اكس مثلا كتساوي دو اكس بلس 4 على اكس موان زان نعطيكم جوج اف دو اكس كتساوي مثلا اكس على اكس او كاري اكس او كاري بلس اكس موان 2 جوج ديال الفونكسيون اذا هنا يا بتجاوب على هذا عاد خصك دير هنايا ما عليك دير داكشي اللعيبه ديال البولينوم داكشي لا غنكتبو بحال هكا شوف معايا مزيان الدائف ايغال نبداو بواحد نديرو هاد لاما اكس ابارتيان ار ورد معايا البال اكس موان زان خصها تخالف لينا الزيرو علاش امتى الدي اف محققه فقط سي سولومون سي كو خاص يتحقق الشرط تاع الكسر هو خصو يخالف لينا ديفيرونت زيرو دونك نكمل اكس ابارتيان ار اي الا دينا واحد داكشي اكس ديفيرونت ان دونك اشنو هي الدي اف هي ار كلها لكن اكسيبسيون واحد يعني ار كلها ما عدا واحد علاش حيت اكس تخالف واحد دونك عوض اي حاجه هنا الا واحد علاش هي لا عوضت واحد بعدكم واحد ناقص واحد زيرو واحد اي عدد على زيرو لا يمكن في اله حاسبه سيرو اله حاسبه وحسبوه ما يمكنش دونك الدائره اف شنو هي هي ار اكسيبسيون ان ما بغيتيش تكتبها بهذه الطريقه دير اش موان انفيني حتى الان اتحاد و ان بلس انفيني هذه على شكل انترفال وهذه على شكل مجال او مجموعه دونك هذه اونسومبل وهذه كتكتب على شكل انترفال دونك الدي اف هي موان انفيني تال ان ان بلس انفيني اذا رد البال تقول لي استاذ الا كان شي رقم تما بحال مثلا كان شي رقم تما اخر ولا شي لعيبه اخرى تما غنقول لك شوف يكون هنا مثلا 6 دير هنا 6 اش غادي تخسر ودير هنا 6 ودير اكسبسيون اش 6 ودير هنايا 6 ودير هنايا 6 يعني الاعداد اللي كيختلفوا هنا ما كيهمكش انت كدير لتحت يخالف لينا الزيرو تم غادي انت كتلقى العدد كدير اكسبسيون داك العدد ولا كدير كتبوا على شكل انترفال نتمنى تكونوا فهمتوا الدومين ديفينيسيون ديال هذا النوع اللي فيهم هذا الكسر دابا نمشيو الا كان عندكم فيهم معادله من درجه ثانيه الا كان عندكم معادله من درجه ثانيه اش غنديروا شوف معايا مزيان سيو معايا لهذا الدي اف جوج الدي اف اشنو هي ار x appartient r رد معايا البال x او كاري بلس x موان 2 ديفيرون 0 دونك باش نعرفوا امتى هادي كتكون تخالف 0 خصنا ضروري بما ان معادله مضاد خصنا نديروا اش خاصنا نديروا ديستريمينون يعني خاصنا نديروا الدلتا اذا هذاك الدلتا اللي بغينا نحسبوه هو بي او سي 2 ناقص 4 ا سي
وقول لي استاذ هاد ا وهاد بي وهاد سي ما عرفتهمش، نقول لك سالمان شوف ها ا واد واحد بي واد واحد الى سقنا سي واد اللي كاين بوحدو هنا موان 2 وسير حسب لي الدلتا الله يرضي عليك شوف شحال عطيك بي واحد سي 2 ناقص 4 ا شحال فيها واحد وشحال في سي موان 2 دونك شحال هذا عطينا الى رديتو البال واحد ناقص 4 ناقص 2 هي شحال هي 8 اذا بلس 8 عطينا 9 2 9 كبر قطعا من الزيرو دونك شنو هما الحلول اكس 1 اكس 2 اكس 1 هي شحال ناقص بي نكتبها لكم منين ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا وناقص بي هي شنو هي هي ناقص بواحد جذر مربع 9 على 2 وتحل الثاني ناقص بي ناقص 1 زائد جذر مربع 9 على 2 شحال بيعطيكم هذا الخير هذا اش بيعطيكم ناقص جذر مربع 9 هو شحال هو 3 ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4 ناقص 4 على 2 هي ناقص 2 يمكن تخدموا على حاسبه جذر مربع 9 هو 3 3 ناقص 1 هو 2 2 على 2 هي شحال هي 1 دونك اشنا هي الدومين ديفينيسيون ديال هاد الفونكسيون كامله دي اف هي ار اكسيبسيون اش اكسيبسيون موان 2 لي 1 دوك الحلول بكتبوهم على شكل انترفال بدير بحال هكا رد المثال الله يرضي عليك راه انترفال فيه شويه الحساب موان لانفيني حتى لشحال حتى لموان 2 من موان 2 حتى ل 1 ومن 1 حتى لبلس لانفيني دونك نتوما اللي كتبوا على شكل انترفال كتبوه بحال هكا بكتبوا على شكل اونسون كتبوه بحال هكا اذا دائما كما هذا من درس ديال الفقس كنديروا ليها الدلتا داكشي اللي الحلول اللي كيعطونا هما اللي كنكتبوهم هنا رضي البال الله يرضي عليكم هذا الشيء راه مهم الدومين ديفينيسيون الله ما تعرفش ليها العام الجاي ما دير والو في الباك خاصك تعرف تحدد الدومين ديفينيسيون بالضبط اذا نتمنى تكونوا فهمتوا الدومين ديفينيسيون ديال الكسر دابا نمشوا الى اكزامبل ثالث اللي هو خاص باش بالجذور المربعه اللي غاصين دونك ثلاثه امتى غاتين جذر ا جذر كي اي ديفيني امتى تكون ديفيني فقط اذا كانت هاد بي كبر من او تساوي صفر اذا رد البال الله يرضي عليكم راها مهمه راه هذا الشيء مهم دونك نتوما تكون دماغ واحد شويه اذا نعطيكم انا جوج وحده سهله وحده قاصحه اذا اكزامبل ثلاثه نعطيكم الاولى سهله اف دو اكس كتساوي مثلا جوج جذر غاسين اكس بلس 3 ونعطيكم الثانيه قاصحه واحد شويه اف دو اكس كتساوي جذر مربع اكس او كاري بلس اكس موان 2 ديك درنا ديك الساعات نيت الحلول اللي درنا ديك الساعات يعني نخدموا بهم دابا لا هو تخدموا بهم خدموا بهم اذا اش غادي نديروا هذه دومين ديفينيسيون ديالها امتى هي اكزيس دي اف الحاله الاولى اكزيس فقط اكس ابارتيان ار اكزيت فقط اذا كان هذا كيفاش داير موجه صفر دونك انت هادي ديفيني ديفيني سي سلو مون سيكو هذا خصو يكون موجب حسب التعريف التعريف اش قلنا لكم الا كان عندكم جذر مربع كي هادي ديفيني فقط اذا كان اش اذا كان داك المقدار اللي واش الجذر كيفاش داير موجب دونك اش غادي نديرو غنكتبوها بحال اش بحال انيكواسيون اكس ابارتيان ار هادو على هاد الطرف تولي اكس اكبر من او تساوي مو 3 نتوما عارفين او عاقلين على كيفاش كنكتبو لانترفال الا كان عندنا اكس اكبر من او تساوي ا ولا كان عندنا اكس اصغر من او تساوي ا هذا كيتكتب على شكل انترفال اللي هو اكس ابارتيان واحد الانترفال قلنا حنا اصلا في الكور هو ا بلس انفيني في لونسون وهنايا اكس كان صغر من ا اش كنقولوا اكس ابارتيان موان انفيني تال ا دونك حنا غادي نستغلوا هذا غتخرج لينا الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هو اشنا هو من موان 3 تال تال بلس انفيني نديرو بحال هكا شتو يعني امر سهل تقول لي استاذ الا كان هنا ناقص انا لا كان ناقص اش ندير استاذ ما كاين حتى شي مشكل نعاود نغير لكم انا واحد شويه هنا ونغيروا هذا الرقم هنايا هذا ما يهمنيش هذا ما يهمنيش ما تسوقش لي دونك اش غادي ندير نغير هنايا الله يرضي عليك غير لي ناقص 4 ودي ناقص 4 داك الطرف شحال تولي عندك هنا تولي عندك 4 اذا شحال تولي عندك الدومين ديفينيسيون 4 بليس انفيني نظن انها سالمه اللي كدير هذا كبر من الصفر كتقلب العدد وكتكتب دومين ديفينيسيون ومشات سالمه ما تحتاجش فيه حتى شي حاجه دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الدومين ديفينيسيون ديال الحاله الاولى دابا نمشيو للدومين ديفينيسيون ديال الحاله الثانيه اذا سيرو معايا مزيان الدومين ديفينيسيون ديال الحاله الثانيه اذا نمشيو جوج دومين ديفينيسيون حاله جوج الدائر اكس ابارتيان ا اي اش
x au carré plus x plus 1 moins 2 اكبر من او تساوي 0 دونك هذه ما يمكنش تخرجها دابا مع انكس ما يمكنش دير ديك العدد ديك الزي ودير شي عين ديالك ما يمكنش خاصك دير ديسكريمينون دلتا دونك الا درنا دلتا سابقا لقينا دلتا شحال كتساوي لقينا في الجزء الاول كتساوي 9 ماشي في الجزء الاول انا في التمرين في هذا ليكزومبل الرقم 2 دونك غادي نحسبوه كاع حنا ماشي مشكل هنا شحال عطينا 1 + 2 ناقص 4 في موان 2 اللي هو شحال 1 + 8 تيغات 9 اكبر من موان 0 شحال عندنا ديال الحلول x1 x2 x1 شحال ناقص b هي ناقص 1 ناقص شوفوا معايا مزيان ناقص جذر مربع 9 على 2 ناقص 1 جذر مربع 9 على 2 شحال عطينا هذا ناقص 1 هذا جذر مربع 9 هو موان 3 سور 2 موان 1 موان 3 هي موان 4 سور 2 هو موان 2 هنايا جذر مربع 9 هو 3 3 ناقص 1 هي 2 2 على 2 هي شحال هي 1 دونك حنايا امام دومين ديفينيسيون لكن هذه المره ما يمكنش نقولوا ار اكسيبسيون 1 ناقص 2 علاش حيت عندنا جذر مربع دونك خصنا نكتبوا على شكل ايكواسيون خصنا نكتبوا على شكل انترفال اذا خصني ما نكتبوا على شكل انترفال خاصنا نديروا هذا الطابلو ديال سين لا طابلو ديال سين ديال اش ديال ديال اش ديال البولينوم هذه اذا هذا البولينوم نديروها اكس او كاري بلس اكس موان 2 رد معايا دابا الله يرضي عليك موان لانفيني بلس لانفيني نديروا الحلول اللي عندنا شكون هما الحلول اصغر حل هو هذا موان 2 اكبر حل فيهم هو هذا نديرو هكا علاش درنا هادو كاين اللي كيقول استاد علاش كنديرو هادو هادو راه هما سوليسيون دو ليكواسيون يعني هما الحلول داكشي كندير لهم هاد اللعيبه هكا هنا كنديرو سين دو ا ومين كنجيبو سين دو ا ها سين دو ا هاي شتها بلس قدام اكس كاري غردي عليك سين دو ا هنا العكس ديال سين دو ا هي موان اذا بما ان احنا اش بغينا جذر مربع اكزيست فقط اذا كان هذا الشيء اكبر من تساوي صفر دونك شنو هو المجال اللي هي فيه ديك البولينوم اكبر من الصفر المجال تاع الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون فين هي موجبه هي هذا موان لانفيني حتى موان 2 داخل اتحاد المجال الاخر اللي هو 1 بلس لانفيني اذا فين هي ديفيني ديفيني غير هنا وهنا علاش هنا ماشي ديفيني لان هنا مجال كي داير سالب وهنا ما كينتاليش ضمن الدائره اف ما كينتاليش ضمن الدائره اف او ما كاينش ضمن الدائره اف اي عدد خدناه من اكس من هنا ما كيكونش ضمن الدائره اف لان الدائره فيها عدد كديري موجبي خاص يكون هذا الشيء اكبر من او تساوي صفر خاص يكون هذا الشيء اكبر من او تساوي صفر اما السالبين ما كينتاليوش لمجموعه التعريف نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزامبل الحاله رقم 2 كاين واحد الحاله استثنائيه اننا نخلطوا داله تاع الجذر مع داله ديال البولينوم هذه هي اللي شويه كيقولوا التلاميذ راه اصحى شويه هذه ناخذ فيها اكزامبل واحد نتوما غادي تردوا لها البال ردوا لها البال الله يرضي عليكم تبعوا معايا فيها هذه الحاله الا افترضوا اكزامبل اخر اكزامبل 4 الا افترضنا عندنا واحد لا فونكسيون كتكتب على شكل كتابه نفترضوا مثلا 2x بلس 4 على اش لا جذر مربع مثلا x بلس 2 نفترضوا ان كاع نديروا مثلا كوس x بلس سين x شوفوا معايا مزيان الكوس الكوس هو معرف على ار عامة دونك دومين ديفينيسيون يا السينوس ديال الكوسينيس هذا كلشي معروفين على ار دونك الكوس ديفينيسيون ار سينوس ديفينيسيون ار كيبقى لينا الا تلاقى لينا في الكسر اش كنعرفوا حنا اصلا على الكسر الكسر كنعرفوا عليه واحد الحاجه الا كان داله كتكتب على شكل داله خاص لتحت يكون دي شوفوا معايا مزيان ديفيرون زيرو وبما ان عندنا الجذر خاص يكون عاوتاني موجب دونك اش يخص هذا يكون هذا التعبير هذا خاصو في نفس الوقت يكون موجب وفي نفس الوقت خاصو يكون اش ديفيني اش يكون باش يكون ديفيني خاصو يكون كيخالف لينا الزيرو بما انه خاصو يكون موجب شوف معايا مزيان اكبر من او تساوي زيرو وفي نفس الوقت يخالف صفر دونك امتى غادي تكون هذه العباره ديفيني الا كان اكبر قطعا من زيرو دونك نتوما الا بنزيدكم واحد الخاصيه امتى الا عندنا اكس جذر او بي دو اكس على جذر مربع كي دو اكس هذه ديفيني فقط سي سولومون سي كو بي او كي دو اكس اكبر قطعا من زيرو ردوا البال هذه حاله خاصه هذه كتواجهوا معها بعض المرات في التمارين دونك اش بنديروا بنديروا الدا اف اش غنديروا في الدا اف ردوا معايا البال الله يرضي عليكم الدا اف اكس ابارتيان ار اي شوف معايا مزيان اكس بلس 2 في نفس الوقت هي خاصه تكون تخالف صفر حيت كاينه في الكسر وخاصه تكون اكبر من او تساوي صفر دونك خاصها تكون اكبر قطعا من اش من الزيرو دونك اش يكون عندنا المجال اكس ابارتيان ار
et x اكبر قطعا من h من موان 2 دونك دومين ديفينيسيون دو فونكسيون f هي h موان 2 قطعا بلس انفيني دونك استاد الا كان شي رقم خوت تما عادي جدا الا كان هنا مثلا نفترضوا غنبدل لكم الارقام هنا الا كان هنا مثلا موان ا عامه موان ا باعتبار ا موجب ا موجب عامه كاع ناخذوها عامه ديروا هنا شحال موان ا ولا مشى هنا داك موان ا بيولي هنا شحال بلس ا هنا باش تولي عندكم عامه هي ا بلس لانفيني دونك نتوما الا ردتوا معايا البال بحال هذا النوع تاع دومين ديفينيسيون كنديروا هاد لا ميثود الله يرضي عليكم معقلوا عليها راها مهمه باش نخرجوا دومين ديفينيسيون شوفوا معايا مزيان اي كتابه ما كتبتوهاش بحال هكا وما درتوش ليا هاد الكتابه بحال هكا وهاد اللعيبات بحال هكا كيما كتبت لكم انا راه كتعتبر خطا دونك دومين ديفينيسيون ديروها كيما كندير د اف يساوي حل ما اكس ابارتيان ا سلاش اكس هذاك هكا وسد لا ما وداك الشيء حلق عليه مزيان باش يكون داكشي هو هذاك تبغى تكونوا فهمتوا الكور اللي درت معكم انا الان وتبغى تكونوا فهمتوا الدوزيام بارتي والبروميير بارتي اي اسئله هودوا الكومونتير كومونتيو تما وسولوني تما غادي نجاوبكم بالاضافه غادي نلوح لكم سلسله ديال دومين ديفينيسيون خاصه بالدومين ديفينيسيون فيها تقريبا شي 20 دومين ديفينيسيون باش تعرفوا جميع لي دومين ديفينيسيون بانواعها ونتمنى تكونوا فهمتوا الكور مزيان الى هنا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.